وتعالى. هذا الرجل اعتبره لكم، يعني ما أريد أقول كلمة كبيرة خاف كل شيء يحسبونها باعتبار نائب وهو رئيس مجلس، ولكن كلبوا بي، كلبوا بمحمد الحلبوس، كلبوا بمحمد الحلبوس. لا هو ما يعوفكم، لا بالله، والله ما يعوفكم. قدامكم يجوز يسولف غير شكل باعتبار أنتم مضيف واحد، لكن وراكم ترى يقاتل بدي وسنون. أنا أقول لكم اليوم اللي عندي نظرة، أنا أقول اللي يتصدى ويبني بيته ببلده هذا يريد يبقى، اللي يبني مضيفة ببلده هذا يريد يبقى، اللي يبني مضيفة بغير مكان لا بالله هذا خطار، يريد يكمل مالاته ياخذ فليساته مننا ويطلع يعوفكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون هاي اللمة لمة خير.